غريبه الحكايه دي، بس كان لازم تعرف حكايته ايه. الراجل ده راجل عايش فيك. فين هو اللي ماشي هناك ده؟ كيف حصل؟ دي كلام ما يدخلش الدماغ واصل. أكيد في حاجة غلط في اللي أنت بتقوله. كان لازم تفكر قبل ما تكلمه. بتجايز حد بيراقبه؟ إيه؟ لا أنت غلطان يا بدري. كان لازم تهمله ما دام شفته بيقفل في الكلام. أنا عملت كده، لكن لقيته بيطاردني، ما فهمتش هو بيعمل كده ليه؟ حاولت اهرب منه بكل طريقة ما امكنش، وحصل اللي حصل. يا لورد، يا لورد، في حاجة غريبة غير اللي متفقين عليها خالص. اللي عمله طلعت احنا ما نعرفوش وصله كيف، لكن كونه يقرب من شفيق ولد جعفر العرباوي معناه انه خطى خطوة سريعة اسرع بكثير من اللي تصورناه. لا يا بدري، انت غلطان، ما فهمتش اللي كان قصده. طلعت اكيد كان قصد حاجه باللي عمله. طب سيبنا فكر. لا لا، روح انت على مطرحك. مع السلامه. خير يا لورد. اللي حصل ده لازم نلقى له تفسير وفي اسرع وقت. ما اتصلش بيكم كيف؟ وانتوا قاعدين عندكم بتعملوا ايه؟ ساعه بتصل بيه ما بيردش. اتحرك يا بغل انت وهو، شوفوا في الكافيتيريا ولا في الباخرة وبلغوني. يلا جراله ايه الواد ده؟ مفيش هيكلفوا بيها وتطمن. ويمكن ما سمعش رناتك وهيتصل بيك دلوقتي. اهدى يا كبير ومتعصبش روحك. انا ما بتعصبش بغير سبب يا بديب. الديه كلمني قال لي انه راح يجيب مصطفى من الكافيتيريا وعاود طوالي. يبقى راح فين؟ ما بيردش ليه؟ ليه؟ ظاهر ان انا غلطت اللي سبته يتحرك من غير حراسه. ما هو رجاله قريبين منه يا عمي، ودقيقه واحده يكونوا قدامه. لكن الحكايه من اولها لاخرها مخربطه. انا مش فاهم معناته ايه سي مصطفى يلف لوكس لحاله واحنا نراقبه من بعيد من غير ما يحس. معناه ايه؟ اذا كنت لسه ما فهمتش روح نظف راسك بعيد عني. فاهم يا عمي، فاهم ان ممكن يقابل حد يعرفه. نقوم احنا نعرف هو مين وإيه وراه؟ لكن اللي عايز أقوله إن كل ده تعب على الفاضي. قدامك نص ساعة، إذا ما وصلش تروح تجيبه من تحت الأرض. اللي تؤمر بيه، بس اهدى جنابك.